قال ابن تيمية في منهاج السنة. ماذا قال منهاج السنة الجزء السادس؟ يقول: وقد كان من شيعة عثمان من يسب عليا ويجهر بذلك على المنابر وغيرها لأجل القتال الذي كان بينهم. وكان أهل السنة من جميع الطوائف تنكر ذلك عليهم وكان أهل السنة من جميع الطوائف تنكر ذلك عليهم وكان فيهم من يؤخر الصلاة عن وقتها، فكان المتمسك بالسنة يظهر محبة علي وموالاته. إذن وهذا ابن تيمية الذي يتهمه السستاني وغير السستاني بأنه ناصبي ورأس الناصبة ومنظرهم، قد أتى بكلمات واضحات ترشد الناس إلى حقيقة حب علي عليه السلام وخصوصيته في غفران الذنوب. إذا قورنا طبعا هذا حب علي، إذا قورنا بالصلاة والأعمال الصالحات، فليأتي لنا السستاني إن كان شيعيا قولا وفعلا ليأتي ببضعة كلمات كما أتى ابن تيمية ببضعة كلمات، ليأتي ببضعة كلمات تدل على تشيعه وحبه لعلي عليه السلام وسيره على نهجه القويم ولو بتكرار ما قاله ابن تيمية، ونتحداه أن ينطق ببضعة كلمات تدل على ذلك. فلم نرى ولم نسمع ولم نقرأ شيئا صدر منه فعلا اللهم إلا ما نقلوا عنه فيما يخص شرعنة الاحتلال ومباركة الاحتلال له ولأفعاله القبيحة وإلزام الناس بالتصويت للدستور وإلزامهم بانتخاب القوائم الفاسدة وتسليط الفاسدين وقيادته للعملية السياسية البائسة الفاسدة التي خربت البلاد وشتتت العباد وسفكت الدماء وضيعت الثروات وهجرت الملايين. نعم، قيادته الفاشلة القاتلة التي جعلت الناس في طائفية قبيحة شيطانية متقاتلة سافكة للدماء ومبيحة للأموال والأعراض حتى فاق تدميره للعراق وشعبه القوة التدميرية لمئات القنابل الذرية والبيولوجية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل فيما لو استخدمت كلها ضد العراق سنوات عديدة، 8 سنوات من الحرب بين العراق وإيران، والأمريكان وحلفاء الأمريكان يقصفون ويضربون العراق، وحرب ثانية وحرب ثالثة، ولم يحصل للعراق عشر معشار مما حصل عليه بسبب قيادة السستاني الفاسدة الشيطانية القاتلة المتحدة.